في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار صوب المناطق الشرقية وخصوصا مديرية لودر، بعد أن كثفت الجماعات المتشددة من هجماتها باستخدام العبوات الناسفة، مستهدفة بذلك آليات عسكرية وجنود في محاولة يائسة لاستعادة ما فقدوا. يؤكد المسؤولون الأمنيون في المحافظة أن هذه الجماعات لن تعود إلى سابق عهدها، مع أن خطرها يهدد أمن كل مديريات المحافظة دون استثناء، الأمر الذي رفع من مستوى التأهب والاستعداد لدى القيادات الأمنية والجنود. نحن في محافظة أبين، وفي فترة من الفترات نتيجة الحروب اللي مرت الأمن كان في انفلات أمني كثير، وحصلت كثير من الأشكاليات، ولكن بعد وصول الجهاز أو بعد وصول الحزام الأمني إلى المحافظة هذه بدأنا إعادة وتنشيط الأمن في هذه المحافظة، والأمن يقوم بعمل ودور كبير جدا. يبقى الأهم لدى القيادات التي تشدد على أن تطبيع الحياة في المحافظة وفي مقدمتها الأمن لن يكون إلا بتضافر جهود جميع أبناء المحافظة، باعتبار أن عودة الأمن وتحقيقه ليست مهمة خاصة برجال الأمن ولكنها مهمة مشتركة. لن يقدر يثبت أمن إذا لن يكون المواطن شريك معي في الجانب الأمني، فنضمن المواطنين ونعطيهم اطمئنانه انه الامن مستدب، وانه الحمد لله الامور الى خير وكل يوم للافضل، وان الامن الان بدا يضبط كثير من الامور. في عاصمة المحافظة لا يبدو الجانب الامني افضل حالا من باقي المناطق والمدن، فالانتشار العسكري لافراد الحزام الامني يسهم في استتباب الامن، ولكنه قد يكون لتسير الحياة بشكلها الطبيعي خصوصا بعد عودة السلطة المحلية الى المحافظة. لطفي ابراهيم، قناة بلقيس، أبيان.